انطر أهون من لين 15 سنة مو أهون أنا ليش يعني. مع وليه أنطر؟ ليش أنطر بالضبط؟ إيه؟ مع أسويها بي أو تي بالضبط وأعطيها حق شركات تساهم في بناء البنية التحتية. عندي 20 سنة 25 سنة بالضبط. بي أو تي وأشتغل عليها ملك لي أنا كحكومة يعني تمام. وأنجزها بأسرع وقت. يعني إحنا نلاحظ المستشفيات الخاصة اللي قاعد تقوم في كل شارع تشوفك مستشفى خاص تمام لأنهم ملاك شركات تمام زين. لكن بالتالي الخدمات الطبية المستشفيات مالتنا والمراكز الصحية ما أشوف ترميمها من المتبرعين. افتحوا باب المستشفيات الخاصة فتشوف لك بس بقوانين بقوانين بالضبط اللي النهاردة المستشفيات أصبح فيها أجنحة ملكية طبعا أصبح فيها بتعمل فيها أعياد الميلاد. المستشفيات أصبحت فنادق. ليش ما أسوي مستشفيات فنادق وأعطيها حق الخاص زين وبشروط معينه بي او تي وخصخصها وخليها فنادق خمس نجوم. ممتازه فكره ممتازه. لابد مشاركه القطاع الخاص مع المشارك وده اللي احنا تحدثنا عليه في الاول. لو عندنا الضمان الصحي المشاركه الاستراتيجيه وهذا نفس الشيء بالنسبه للضمان الصحي الضمان الصحي طبق الضمان الصحي وهذا راح يخلي المواطن الكويتي مرتاح. عنده ضمان صحي واروح اعالج في اي مستشفى. الحين موظفي البنوك عندهم ضمان صحي، موظفي شركه البترول عندهم ضمان صحي، يروح يعالج في اي مستشفى ويروح. انت دخلك من ضمان الصحه 10 15 مليون بالضبط. في السنه بالضبط. هذا بس من العماله الوافده. لو ناخذ العماله الوافده احنا عندنا عماله وافده تعدت 2.5 مليون زين. لو ناخذهم كلهم من شريحه الخدم مع انها نصها خدم ونصها وظائف متعدده هذول قاعد يدفعون 5 دنانير في السنه. الخمس دنانير هاي اللي قاعد يدفعها في السنه اضربها في 2.5 مليون 12 مليون تقريبا زين. فانت لو حصلت على 5 دنانير بالضبط 5 دنانير على 55 دينار اللي قاعد تدفعها. فهذه المبالغ اللي تجنى من الضمان الصحي وين قاعد اشوف خدماتها الصحيه يا اخي. مثل ما فصلت في المدارس الخاصه او في المدارس الحكوميه بين المواطنين والاجانب سووا لهم مراكز صحيه بفلوسهم اللي قاعد يدفعونها وهم يروحون مستوصفات خاصه بالمقيمين بالمقيمين أو للعمالة أشيل لا 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 هو المسألة مش مسألة عشان المشاهد لا عشان المشاهد لا يتخيل أن مسألة فرق ما بين الوفد لا طبعا لا 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 المسألة لرفع التكدس من على المستوصفات الحكومية. أنا أتكلم عن اللي هو المقيمين أوكي. أنا أتكلم عن عمالة أوكي من دول تنتقل فيها الأمراض آسيوية أو أفريقية أو أيا كان. انزين ودائما انا اسوي حرص لاحظ ان هم يقعدون فتره على الفحص الطبي وعلى كذا. المفروض انه يكون لهم مكان خاص اوكي او مثل ما تفضل ابو زيد ان اول شيء راح يخففون ضغط عن المستوصفات تمام. انزين تكون هذه المراكز خاصه بالامراض اللي هو الغريبه او الاسيويه او الاجنبيه. لان مثلا الحين خلنا اقول لك كأبسط مثال مثلا واحد قرص تحية بالبر لقاح الأفعى تلقاه في مراكز معينة أوكي اللي هي عند الحدود أو هذا في يعني أمراض احنا خلنا نقول حق مستشفى الأمراض السارية تمام. أوكي لكن أول ما راح يروح يتشخص وين؟ في مستشفى عادي تمام. أوكي طيب هذا المستشفى فيه مواطنين وفي مقيمين حتى بعض الناس يعني غير راضين على أداء المستشفيات الحكومية. عفوا أستاذي في عندنا احنا مراكز العلاج الأولي هذه مراكز الطب العائلة لازم أهتم فيها. هذه خط الدفاع الأول غبنا كثيرا عنها بالضبط. هذه خط الدفاع الأول للأمراض المستشفيات. لو أنا أهتم في هذه في المراكز التخصصية هذه اللي هي مراكز العلاج الأولية كالمستوصفات وتطبق فيها نظام عائلي كعلاج العائلة أتفادى الأمراض مستقبلا تمام. فأخفف العبء عن المستشفيات. يعني الحين احنا وصلنا لمرحله ان انت تبي تروح تسوي سن الضرس مالك ما تقدر في الحكومه تاخذ دور 4 و5 شهور عشان تسوي اسنانك. ليش كل هذا التكدس؟ ليش كل هذا؟ يعني اعتقد ان الصحه ماده مستهلكه يعني لا 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 ماده مستهلكه. لا كمان الأمانة. كمان ابو زيد في نقطه مهمه جدا. يعني انت ممكن تنتظر على اي شيء الا الصحه. الا الصحه طبعا. انما تنتظر 5 شهور و4 شهور و3 شهور بتضطر تلجا للمستشفيات الخاصه بالضبط صحيح. وهذا اذا 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 النهارده بالمواعيد اللي بيحطوها بطريقه التعامل البيروقراطيه الموجوده داخل المستشفيات الحكوميه ادت الى هروب بعض الناس الى المستشفيات الخاصه صح. وده يعني خطا. يعني للامانه عندنا ملف العلاج في الخارج هذا ملف يكبد الدوله الكثير من الاموال. ليش ما نستثمرها هذه في بلدنا يا اخي؟
لو طيب. انا اركز على الصحه الاوليه، مراكز الصحه الاوليه راح تفادى الامراض في المستقبل للمواطنين. عندنا الحين الامراض انتشرت مثل السرطان وامراض ساريه وخلافه انتشرت، ما اعرف شنو الاسباب. لازم عندنا مقرات دراسات بيئيه تعلمنا مثل اللي صار في ام الهيمان، تسرب الغاز في ام الهيمان. احنا ما ندري شنو صار، شنو نتائجه على المواطنين، ما اعطونا اي دراسه عنه. التلوث البحري هذا شنو نتائجه على المواطنين؟ هو احنا يغيب عنا يعني ما زال يغيب عنا في القطاع الحكومي الافصاح والشفافيه. بالضبط. المفترض ان انا لو عندي قدر من الافصاح والشفافيه اعلن بصراحه عدد المصابين ومصابين ليه. طبعا هم اعلنوا مثل مرض السحايا، اعلنوا انا اقصد في بشكل عام يعني انا مقصودش الصحه. انا اقول لك حتى في انت كاعلامي يعني حتى عثمان في تخصصنا الاقتصادي في سوق المال الكارثه بتيجي منين؟ اوكي بس انت من عدم افصاح الشركات عن ارباحها. انت مما ادى الى انهيار اكثر من نصف الشركات الموجوده، وكلها شركات ورقيه، كلها شركات ورقيه لا تملك سوى مغسله وبقاله. بس خلني انا اتكلم انزين يعني معاك بصراحه. تفضلي. انت عارف هني الاشاعه انزين وتهويل الامور وكذا. وزاره الصحه لما تكتم على الامر انزين او انها تحاول انها خلينا نقول تحيط بالموضوع على اساس انه ما ينتشر او يطلع برا او كذا، انزين تكتم الموضوع ترى لمصلحه الناس. انزين يعني الحين مثلا ناس راح قاعدين بخيمه تقول لهم حريج، راح تلقى الكل يتدافع بشكل انه ممكن كل واحد يهلك الثاني. تمام. اوكي وزاره الصحه قاعده تتأنى تاكد تشوف عدد المصابين عدد كذا انزين ان اساسا يجدون حل للمشكله. انا ما اقول لك وزاره الصحه ما فيها نواقص، ما اقول لك وزاره الصحه ان بعض المنشات الحكوميه متهالكه انزين. يعني انا اكررها، انا لا اقصد الشفافيه ولا الافصاح في وزاره الصحه، انا اقصد في كل القطاعات الاقتصاديه. بالضبط كل القطاعات. بس انا اقول لان القطاع الاقتصادي الاقتصاد رقم والرقم مؤثر. إذا وصلنا لحد أن نعلن عن الرقم بالسلب أو بالإيجاب الاقتصاد حيمشي لقدام. صحيح. طيب إذا الحين خلنا نقول أنت تكلمت بالسلب من ناحية الاقتصادية، خلنا نقول والله كأنا كعقار والله الاستثماري أو سوق العقار راح ينزل، راح تلقى الكل راح يبيع. تمام. راح يخلي السوق ينهار أكثر ما هو منهار، هذا شيء يعني معروف. هذا تصرف في انت خدتيني لموضوع مهم جدا، انا كنت مأجل ان اساله لك بس انت فتحتي فيه. يعني انا كنت مأجل ان لانه هو شيء مترابط في شيء. لانه حته عشوائيه المحللين والخبراء اللي طلعوا علينا من كل اتجاه. نعم. كل واحد يدلو بدل وياتي بارقام. نعم. ما انزل بها من سلطان. الحقيقه نرى في الصحافه اليوم الخبير العقاري فلان الفلاني. صحيح. المحلل العقاري فلان الفلاني. صحيح. والتاريخ ايه والجغرافيا ايه وهو ايه ومين وليه مش عارفين. هل ده عشوائيه؟ عمل له صفقتين كسب مكسبين طلع على الخبير. يا جماعه انا لا اجرح في حد، انما اقصد ايه ان النهارده تحليلك اللي بيطلع على الشاشه او بيطلع في الصحافه بيضلل الناس. صح. بياخدهم في اتجاهات خاطئه. صحيح. حرام. والناس تتبع الاكثريه او الاغلبيه. هاخد بس السيده نوال لانها هي تنتظر ان انا اسالها في سؤال مهم جدا. الحقيقه السؤال ده يعني ارى في عينيها الاجابه من قبل. هل اذا تحدثنا عن الحياه النيابيه في الكويت، هل تري او ترى السيده نوال ان الممارسات تتخللها بعض الشوائب؟ طبعا طبعا ما في شيء بدون شوائب. يعني تقصد لو وصلنا المجلس؟ ان شاء الله. يعني لو وصلتي او اللي وصلوا قبلك. يعني اي بلد لابد فيها مشاكل وفيها احنا نتمنى طبعا انه يكون في تعاون بين 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 الحكومه وبين النواب. نتمنى. بس انا هسالك السؤال بشكل ثاني. اي قاعده انطلقتي منها عندما اقدمت على الترشيح؟ قاعدة الوطنية وحب الكويت والغيرة على الكويت والإصلاح. تمام. إذا أنت انطلقت من قاعدة الوطنية. ايه؟ نفس السؤال حسأله لأبو زيد. أي قاعدة انطلقت منها وأنت في دائرة شائكة؟
والله اللي اعتقد ان الدائره هذه شائكه فيكون غلطان صراحه. تمام. الدائره الكويت بلد للكل وموطن للكل، تضم كل الشرائح وكل الاطياف. زين. فالدائره هذه ليست حكر لاحد ولا الكويت حكر لاحد، الكويت لكل الكويتيين. وانا للامانه فيما عالت اليه الامور في الاونه الاخيره من تردي الحوار بين السلطتين والمشاكل اللي صارت لنا وكلنا نعيها يعني. واعتقد ان اداء المجالس من كذا سنه لليوم كان مخيب لامال المواطن الكويتي. فلازم نبادر، روح الشباب ترى على فكره عندنا كوادر وطاقات لا يستهان فيها، لا يستهان فيها نهائيا. واثبتوا وما تنساش المراه عشان ما تعتبش طبعا عليه. طبعا المراه يعني انت جنبك وردتين، جنبك وردتين ما ينفعش انك الشباب طبعا نقصد فيها الشباب في من كل شرائح المجتمع الكويتي، وهذا اثبته المجتمع الكويتي في اثناء الغزو. هم اللي مسكوا بلدهم وأداروا بأحنك الظروف وأداروا بصورة سليمة. تمام. وقادرين إن شاء الله يعيدون الكويت. وأنا أعول على الشباب صراحة في إدارة هذه البلد وبإدارة صحيحة سليمة. عندنا كوادر للأمانة لا يستهان فيها. تمام. عشان كذي أنا أقدمت بروح الشباب، نبي أفكارنا، نبي طموحاتنا المستقبلية. أنا ما نتكلم عن الفترة السابقة، الفترة السابقة بما فيها من حلو أو مر نبي ننساها ونطويها ونروحها، وما نبي نعاتب نفتح الأشخاص. صفحة جديدة طبعا، فصفحة جديدة للتعاون. صفحة جديدة لوضع أسس حقيقية للتفاعل والتوافق بين السلطتين. نبي عمل نيابي صحيح من أجل الكويت. نبي بالضبط، نبي علم نيابي صحيح، نبي نائب مجلس الأمة يخدم الأمة. حلو. بدل لا يخطف طائفة أو قبيلة أو فئة، نبي يخدم الأمة. نضع الكويت نصب عيوننا طبعا. قبل أن أنتقل للسيدة منيرة لأن لدي أسئلة عديدة، تفضل. وقبل أن أنتقل لك أسأل أبو عثمان سؤال مهم. أبو عثمان أبو زيد ليه أسأله السؤال ده؟ لأنه مرتبط بالسؤال بتاعك. أوكي. سكن المتزوجين وسكن المرأة أصبح قضية محيرة، وخاصة قضية الإسكانية قضية شائكة. فهل هناك عائق بأن نحدد أولويات لسكن المرأة؟ لا يوجد هناك عائق، يعني المرأة هي جزء من المجتمع ونصف المجتمع ولها حقوقها بالمواطنة مثل الرجل على فكرة يعني. إذا لها الحق في السكن ما يصير، أنا هذا لي هم بناتنا وأهلنا، ما يصير نخليهم بدون سكن. فالسكن منوط فيهم هم الاثنين، واعتقد ان المفروض ان نكون احنا كلنا سواسيه، هن رحمه لنا طبعا طبعا. فلازم ان يكون كل شيء بالتساوي، احنا وطن واحد، شعب واحد، متاخين متحابين، فالفرص متاحه للجميع لاخذ حقوقه. طيب سريعا لانه الوقت يداهمني، هل من الشروط الواجب توفرها في المرشح ان يكون خدمي فقط ام يكون صاحب اجنده وفكر في المستقبل؟ والله شوف، رفع المظلومية وطلب الحق من أي مرشح لأي ناخب في الكويت كلها، هذا واجب ديني كذلك، حتى لو ما كانش نائب واجب على الكل. واجب على الكل. أبو عثمان تفضل. أنا أسأل النهاردة توزيع، كان في مقترح. نعم. بتوزيع قسائم سكنية. نعم. على من يصل إلى سن 21 سنة. فده كان مقترح مقدم. نعم. هل فعلا ده مقترح يعني يليق او يجد قبول لدى العقاريين؟ هو مو انه يجد قبول لدى العقاريين، هل هذا المقترح راح يخدم خلينا نقول المواطنين؟ بعدين راح تشوف احنا خلينا نلقى سكن اول شيء حق المطلقات والارامل. انزين. حق المتزوجين. حق المتزوجين. اوكي. واللي دخلوا في مشاكل بنك التسليف كان الزوجه والزوج بنفس هذا، ولما ينفصلون تظل الزوجه تحت والزوج فوق او الزوج تحت بنفس البيت. يعني في اغلاط بهذا الموضوع
للسكن جم. يعني بركان او يطردها. اذا نتفق ان في اخطاء ولازم لابد من علاجها، اكيد اكيد الاخطاء لا تحمل لمجلس الامه فقط ولا تحمل الحكومه فقط، ولكن هناك